انا عندي سؤال كمان، يعني ما اعرفش يجوز ان دكتور امال كمان تقول لنا تقدير فكره رايك بقى في عمل الزوجه. احيانا الزوج بيعاقب الزوجه اللي بتشتغل، وانا عارفه ان انت عندك كده راي عرفته في الفاصل اللي اكتشفته، انه بيعاقبها الزوجه اللي بتشتغل، يقول لها طب خلاص اصرفي بقى على اولادك. رايك ايه برضو مش بيعاقبها، ولكن اعتقد ان الست بعد ما خدت كل حقوقها رجعت تاني عايزه تحس بانها لا عايزه سند، عايزه السند ده. طب انت خرجتي للعمل عشان توصلي للحريه دي، ما بقتش كافيه. ليه؟ لان انت دخلتي اشتغلتي معاكي فلوس بتصرفي، فهو اتعود انك بتصرفي فشال ايده. طب خلاص شال ايده، انت فجاه عايزه تحسي انه لا انا معايا حد، مش معقول انا اللي اصرف طول الوقت. هو عرفت طول الناس كتيره جدا، 99% 95% من البيوت المصريه محتاجه الاثنين يشتغلوا. لازم. فهو فكره ان المنطق بتاع ان الزوج يسيب الزوجه تتكفل بالولاد، ده فكرة خاطئة جدا، وعلى فكرة بتسبب مشاكل مع الزمن، والمشاكل بتكبر وبتوصل برضو للطلاق. ليه؟ يعني الفكرة المادية دي مهمة جدا. أنا الزوجة مش مفروض عليها أنها تصرف، أنت المفروض تصرف، لكن أنت هي كونها بتصرف، هي بتصرف من ناحية واحدة بس، أن هي ده مساعدة، هي حابة تعيش حياة أحلى، عايزة أولادها يتعلموا أفضل، لكن ده ما يبقاش حق مستحق ليك. لكن إحنا عندنا إشكالية مع الزوجة في إنها برضو الأدوار شوية اتغيرت. أدوارها كأم كزوجة اختلفت، لأن الشغل غصب عنها بقى يعني يضغط عليها، ما هي إنسانة برضو. هي إنسانة في الآخر، يعني مطلوب منها 8 ساعات شغل وترجع البيت تشتغل في البيت 4 ساعات. طب هتنام إمتى؟ طب هتاخد نفسها إمتى؟ يعني هي برضو عيني بقت في دائرة صعبة جدا. لازم مستنية بقى أن الراجل اللي موجود في البيت اللي هي بتساهم بفلوسها معاه أنه يقدر شوية تقدير للتعب بتاعها. فبتلاقيش التقدير، فبيحصل بقى اللي احنا دايما عارفينه، الاهتمام ما بيطلبش. فأدي بقى للمشكلة اللي بينا.